أستاذ عبد القادر بكر حمدان من دولة إريتريا، شرفنا في برنامج قصة نجاح. حابين نتعرف عليك ونورجي للمشاهد كيف الإنسان لازم يعتمد على نفسه، كيف ممكن يتطور ولو كان هو لاجئ، ولو كان ليس له صفة في هذا المكان. نتعرف على جنابك أول شيء. شكراً شكراً على الاستضافة، وأنا سعيد أيضاً عشان يكون في تنويع في عملنا الإعلامي. نور شو من المؤسسات الآن اللي بدأت، ونتمنى لك أيضاً النجاح. الله يسلمك. النجاح وطبعاً مسألة نسبية. أنا ذكرت دائماً المهاجر أمامه فرصتين. نعم. يا أما يجي كطالب يعني يحصل من دولته إلى منحة دراسية، والفرصة الثانية هي اللجوء. نعم. فالناس كلهم اللي قدموا اللجوء ناس أكاديميين، عشان أوروبا منعت يعني منح التأشيرة عشان تجي بطريقة شرعية، فلذلك استخدم هذا الطريقة. تماماً. فكلنا أتينا يعني طبعاً تاريخك في بلدك تكون يعني طبيب، تكون يعني عندك عمل جيد، تترك كل خلف. صحيح. إذن يعني الهجرة يعني سلاح ذو حدين. تماماً. لما تأتي هنا يعني وتقدم لجوء، اللجوء هذا في حد ذاته أصبح يعني معنوياً يشكل عقدة نفسية. تماماً. فالمستقبل عايز يدعك في هذه الخانة عشان ما تنمو وعشان ما تستخدم إمكانياتك. فنحن طبعاً لما نأتيت في نهاية السبعينيات القرن الماضي، نعم، إلى ألمانيا، وأتينا بغصت يعني دراسة. نعم. يعني عندنا طموح كبير جداً، لكن يدعوك في يعني في خانة، لا يعني يدعوك في معسكر بتاع اللاجئين، حياتك تتغير، تبدأ أنت تسأل ماذا الذي حدث. تماما. يعني أنا يعني باعتبار هاجرت من إريتريا، والدي الله يرحمه كان مدير بنك إيطالي. ما شاء الله. ودرسنا اللغة الإيطالية واللغة الإنجليزية، وعندك 4-5 لغات لما تأتي يعني تتحول إلى أمي في هذا البلد. نعم. لأن الألمان أو الأوروبيين اشترطوا عليك أولا دراسة اللغة أبجديات، فتعود إلى يعني الصف الأول. ولذلك كانت الصراع هو كان يعني طويل جدا، لكن الواحد أنا يعني أنصح كل المهاجرين تاريخك وما قمت به في بلدك هذا كله تدعو خلفك. الخطوة الأولى اللي يجب أن يبدأ بها كل مهاجر هو دراسة اللغة. دراسة اللغة هي أهم نقطة. اللغة. نعم. للاجئ لازم أي بلد أنت سواء كان في بريطانيا أو هنا. بعد دراسة اللغة تأتي الدرجة الأولى دراسة يعني تاريخ المجتمع اللي أنت عايش فيه. نعم. قوانينه. نعم. لأنه أنت تأتي بقانون بلدك لا يصير. فلذلك نحن طبعا بدأنا، أنا أول حاجة عملت بها 3 سنوات، لأننا طبعا كنت منادل في الثورة الإريترية. نعم. وتدرجت إلى مراتب كنت أحد القادة. ما شاء الله. في الثورة الإريترية. بعد ذلك لما أتيت كل هذا يجب أن تتركه خلفك. تماما. وتبدأ من الصفر. من الصفر. تمام. وتتأقلم مع الواقع. فأنا يعني قررت أن أدرس اللغة الألمانية في معهد جوتا. نمشينا. وبعد 3 سنة يعني حققت مرحلة معينة، يعني أنا كلاجئ أتحول إلى مترجم. ما شاء الله. فمن الترجمة ما كان عندي طموح، فالفرصة يعني حاولت، كان عندي إمكانيات طبعاً للكتابة للقراءة، لأنه نحن من يعمل في السياسة هو يعني صناعة الكلام، هو السياسيين شاطرين في صناعة الكلام. لذلك يعني هنا لكن عايز خلفية، فقلت ماذا بعد دراسة اللغة، وأنا قاطعت في الثانوية العامة الدراسة. أيوة. إذن أنا فكرت على أساس لابد يكون لي مهنة، عشان المجتمع هنا يحتاج إلى أن يكون عندك شيء تقدمه. تماما. يا أما تكون عامل عادي. تماما. فطموحي كان على أساس أسخر اللغة الألمانية ولدراسة الإعلام. ما شاء الله. فطبعاً يعني بداية جنابك. نعم. هي كانت إعلام. نعم. تقريبا. فلذلك نحن. نعم. وجدنا طبعا فرصة زملاء طبعا، يعني من بينهم أخونا الأسواني طبعا كان هو من الشاهدين. ما شاء الله. سنة 89 شهر 7 الصدفة جمعت كما ذكرت هناك في مؤتمر الاشتراكية الأوروبية، فأنا رافقت باعتبارها هاجرت ولم يكن عندي حق الحمل الجنسية الإثيوبية لأنه كنا مستعمرين. أيوة. فأتيت بجواز الصومالي، والسفير الصومالي طبعا يعني كان من المؤيدين للقضية الإريترية مثل حتى في سوريا طبعا نحن. نعم. نعم. فلذلك هذا الفرصة في المؤتمر ويلي براند المستشار السابق يعني وجه سؤال،
إلى متى نريد أن نتحدث باسم الأفارقة؟ ولماذا لا نتحدث معهم والآن هم حضور؟ كانوا سفراء يعني دول أفريقية كثيرة، وأنا طبعا لاجئ قاعد مع السفير الصومال استمع إلى هذا، درست اللغة الألمانية واستمعتها. بعد ما خرجنا من هذا الاجتماع طبعا طرأت فكرة، قال هذا الكلام كان موجه للأفارقة، ماذا نحن فاعلون؟ وهنا طبعا من هنا أذكر طبعا النجاح هذا طبعا لابد أن يكون عندك زميل يعني يساعدك، صحيح، أو يأخذ بيدك يعني عشان دائما نقول يعني إيد واحدة ما بتسفي. نعم. ولذلك الأخ حسن عبد الوهاب هو إعلامي بارز، كان يعني أقدم إعلامي ومؤسس يعني التلفزيون السوداني ما شاء الله، وهو أجرى لقاءات مع عدة رؤساء دول أفريقية، وكان يعني لغة الإنجليزية واللغة العربية، طرح فكرة، وكان معنا السفير الصومالي، طرح فكرة قال هذا الحديث موجه إلينا، ماذا نقدر نفعل؟ فجت فكرة تأسيس وكالة أنباء الأفريقية، فقلنا طبعا أفريقيا هي 54 دولة كبيرة، فنحن طبعا أبناء القرن، فكرة تأسيس وكالة أنباء الأفريقية أفريقيا، لكن قلنا أفريقيا ده اسم كبير ويضم 54 دولة ما شاء الله، ونحن كلنا ننتمي لمنطقة جغرافية القرن الأفريقي، نعم، السودان، إريتريا، إثيوبيا، نعم، نعم. فقلنا خلينا أول نبدأ بتأسيس وكالة إقليمية تهتم بشؤون، ونحن طبعا يعني وجودنا في أوروبا بشكل جسر التواصل بين الشعوب الأفريقية، فقمنا بتأسيس. طبعا أنا يعني إمكانياتي وخبرتي كانت ضئيلة جدا في الإعلام، ف طلبوا مني باعتبار أنا صاحب قضية، نعم، هاجرت إلى هنا وحامل هم الشعب الإريتري لأنه كنا في حالة نضال، فقالوا الآن يعني نحن نعتبر هذه الوكالة هبة أو هدية لنضال الشعب الإريتري، وأنت باعتبارك لاجي فتفتح لك آفاق جديدة كإعلامي ما شاء الله، بهذه الصفة تكون مدير العام لهذه الوكالة. هنا أصبحت مدير عام لهذه الوكالة من 89 بعد ما تم، فهنا طبعا 1989 ما شاء الله. فبعد التأسيس مباشرة طبعا أنا ما، وهذا اللي يجب أن يفهمه كل إعلامي حديث العهد بهذه المهنة، نعم، فلجأت إلى زملائي اللي هو مدير وكالة أنباء كونا اللي هي الكويتية ناصر مطير، كان في بون معنا، فقلت له تأسست وكالة وأنا حموني في مشكلة لا 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 قدر لي فيها، فقال لي أخي يعني بسيط، أنت عندك إمكانية الكتابة والحديث وأنت رجل سياسي، نعم، فبإمكانك أن تتعلم، فأعطاني فرصة أن أقعد في مكتب وكالة أنباء عشان أتدرب ما شاء الله. أخذت فترة يعني 3 أشهر، بعد ذلك انتقل هو إلى فيينا قبل ما نكمل الدورة. أيوة. فأنا يعني بالتشاور مع أسرتي الصغيرة فقلت لابد أن أكمل دراسة الإعلام، نعم، فانتقلت إلى فيينا برضو يعني نفس المكتب اللي كان فيه، هو صار مدير مكتب وكالة أنباء الكويتية في إذن. وبهذه المناسبة أنا أشكرك على هذه، لنا زملاء هم يعني انتقل إلى رحمة الله ما شاء الله مدير وكالة أنباء الرعد العراقية، مراسل صوت أمريكا علي معن، مراسل البي بي سي أخونا هاشم علي مندي، كل هؤلاء أنا كزميل مبتدئ تبنون يعني تبني، نعم، فعبرهم يعني 3 سنوات أخذت وأنا أعمل كمراسل لجريدة العرب، جريدة الشرق الأوسط، ولكن همي كان في كيف أدرس الإعلام عمليا تماما الآن. فبعدها طبعا بالتوفيق يعني بعدها بشهرين أو 3 شهور سجلنا الوكالة لدى مبنى الأمم المتحدة كوكالة معتمدة، ومنذ ذلك الوقت الآن يعني بحق حقيقة تحولت هذه الوكالة إلى جسر التواصل، أصبح لها مكاتب في أمريكا، في أستراليا، في نيوزيلندا، وفي السودان، في الشمال، كل هذا الانتشار طبعا يحتاج إلى سبب، لكن أنا أنصح يعني العمل الجماعي هو ثمرة النجاح، العمل الجماعي الشخص الواحد، لأنه أنا أقول أنا أعذرني بأقول يعني نحن يجب أن نتعلم من الأنظمة الدكتاتورية أن شخص واحد يتحكم في كل شيء، صحيح، العمل الجماعي ثمرته تستفيد من زميلك، نعم، ما لا تفهمه أنت يفهمه زميلك، صحيح، سواء في التقنية سواء في ال، فأنا أشكر بهذه المناسبة كل الزملاء من انتقل منهم إلى رحمة الله السفير عبد الرحمن أدم السفير الصومالي النخير، نعم، قبل سقوط نظام زياد بري،
والأخ حسن عبد الوهاب يعني توفى قبل 4 سنوات أيضا، وعدد كبير من الزملاء يعني اللي أسسوا معنا هذا الوكالة وساعدونا، ومن بينهم طبعا الأستاذ الكبير الأسواني، ودائما رفيقنا في كل الإنتاج اللي سويناه أستاذنا. نعم، فهو طبعا يعني هو أكثر واحد يعني الآن يتعامل مع قضايا منطقة الغرب الأفريقي، وذاته ساعدنا في كونه يعني نقل أخبارنا إلى العالم العربي. هذه الخاطرة الأخرى، وأنا أتمنى لكم التوفيق أيضا والمبادرة. أنا سعيد جدا أشوف شباب يهتموا بهذه المهنة، وكلنا حنكون إن شاء الله مع بعض نتعاون فيما نستطيع إن شاء الله. تفضل. جنابك رحبنا فيك باللغة العربية، إذا في مجال ننقل الترحيب أيضا بلغتك الأم. زخبركم أنت حتى تلتي هون في أفريكا تي في لومي كاب رئيس كتما أوستريا بيرنا كم قاشا قويني مس نور شو تعدي باللغو إذا كل بعرب نكايدوز نبرنا أب مونغو خواب تقرينيا حتتات قليو بتقرينيا قليو بعرب من مستوصر الجنور معلومة مدبنا قطرنا معلومة نور شو يا معلومة حداش كان التفاقتها بلا بيوتيوب كل تي تمكرونا حزب إريتريا يكون ناتوم يكون بحبار كنت سرح سلزخونا مسائي بمبل 30 كل التعامل ناي بمصرات هون في أفريقيا تي في خا أبتي سودان كلوب للصوم سني دومو بيزي ناي مجمر يا معلومة بحبار مصرح نحن عنا نعي بقندز سنية صراحة زلوا بزعبة إريتريا من اللاي قام عربي يكون بإنجليزي يكون بكل قام قتاد صراحة زلنا لو مجنا خم قاشا قلنا بدور شو يا كنال بعد بزاي بحبار كنتر زخنا بخل التقام قايد يوم إحنا بمحرنيا بتقرنيا بإنجليز بكل قام قتاد مالك مسنا تحباب اليوم سلزي هون في أفريقيا مالت كم مشاركتي حدش مالت كنالات مخفر سلزلنا نور شو تبال إتي تايتل ناتا أبي يوتيوب كم يقدركم ترقبا كن صفركم إلى عزمة دفن كايدا زلنا كأني أستاذي وكأني بسمع من الكلمات في بعض من الكلمات اللغة العربية. نعم هذا صحيح، يعني هي لها علاقة. هو طبعا هي اللغة التجرينية ولغات الإريترية كلها هي قعزية أساسا أصولها يمنية القديمة. أيوة. يعني أساسا هي أساسا لغة القعز، هذه مصدرها الأساسي هي أم اللغات هي القعزية. القعزية هي طبعا اليمنية. وكل اللغات هذه والديانات هذه كلها مستوحاة من هذه اللغة، لذلك نحن لغتنا فيها خليط من الكلمات العربية، حتى الكنائس القبطية القداس بتاعهم باللغة العربية. بتشوف طبعا الحديث دائما فيها مفردات، حتى لغاتهم المحلية الإثيوبية كل فيها يعني كلمات عربية، لأن هي أساسا مشتقات من اللغة الجعزية. الجعز هذه معناها في الجوجل تحصلها، هي من أقدم اللغات يعني تفرعت منها كل هذه اللغات. ما شاء الله. أستاذ عبد القادر لو تكرمت تحكي لنا عن حياتك ما قبل اللجوء. نعم، أنا الحقيقة هاجرت إريتريا في عام 1964. تمام. والقرض من الهجرة كان يعني ظروف الاستعمار، يعني من كان في سني 17 عام 18 سنة أوتوماتيكيا يأخذوه في الجيش الإثيوبي، يعني كده أنت حتضطر يعني تقاتل المواطنين الإريتريين أو شعبك يعني. فأولياء الأمور كانوا يهتموا يعني يبعث أولادهم لمصر. فأنا طبعا كان من الفرصة الطريقة الوحيدة للهجرة كانت السعودية اللي هي أقرب. أيوة. الهجرة إلى السعودية. إلى السعودية طبعا تأخذ في موسم الحج وترافق يعني كبار السن. صحيح صحيح. وأنا طبعا بدون أي برنامج، الوالد الله يرحمه كان يفكر في كون أنه يعني تواصل تعليمه. تمام. فأتينا هناك طبعا في احتكاكنا بالمهاجرين اللي سبقونا في الهجرة، الهم الأكبر
في اجتماعات في كل الأهالي والأغرباء كان الحديث حول الثورة الإريترية. نعم. وفي يوم من الأيام أتى المرحوم الشهيد عثمان صالح سبي، هو مؤسس الثورة، أحد المؤسسين، فحمل خبر، وهو دائما دمشق، كان مكتب الجبهة التحرير في دمشق، أتى هناك على أساس يناشد الشباب للالتحاق بالثورة. كان في معركة، معركة العبور من منطقة المرتفعات إلى داخل إلى من قاشبركة إلى البحر الأحمر. نعم. فقال الآن يعني استشهدوا في معركة واحدة حوالي 19 شاب، وذكر أسماءه. اللي استشهدوا أهاليهم كانوا في السعودية، فجدة تحولت إلى سرادق حزن. فنحن تأثرنا بهذا الخطاب، ونحن لسه في عمر يعني أساساً ما عندنا تركيز، يعني الهدف كان التعليم. فقاموا على أساس يعني قائمة التطوع للثورة. كان عندنا منحة عسكرية لدمشق لسوريا، هذا كان في عام 1965. فالتحقنا وأعبرنا في 17-18 بالدورة، أخذنا يعني دورة عسكرية في قطنة، ثم بعد دورة طبية في قصاع في داخل دمشق، وتوجهنا إلى الميدان. الميدان طبعا يعني غصته طويلة جدا لا تستعرض، ف يعني تدرجنا في العمل بعد التدريب العسكري وقتال وضحايا. أنا الآن كثير من الناس كإعلامي يعاتبونا بعد 60 سنة أو 50 سنة تستعرض ما هي النتيجة. لماذا استشهد هؤلاء الشباب؟ يعني طبعا العزاء الواحد أن إريتريا تحررت من الاستعمار، لكن ما بعد التحرير طبعا هناك واجبات يجب القيام بها. هذا جانب. الجانب الآخر في 9 كما قطعنا الحديث بعد الدورة والحروب الأهلية والمشاكل اللي حصلت في الميدان، يعني أنا بسبب المرض هجرتي لألمانيا كانت على أساس ما أصبت بالملاريا الصعبة، يعني عدت إلى بيروت للعلاج من لم أجد، عن طريق تركيا بعدين بالبر. ووقتها الجوازات الصومالية والإثيوبية كانت معفية عن الفيزا، أوروبا كلها تدخل بدون فيزا، بدون فيزا. دول كانت يعني كان عندها دول متطورة، شوف الآن تدمرت، يعني التدمير اللي حصل في منطقتنا. ولذلك يعني أنا أعود يعني لما جيت الخيار الوحيد، جينا ألمانيا بقصد أن قلنا نشوف فرص بعد العلاج، وأول ما تصل يعني ما عندك إقامة. نعم. بإمكانك كسائح 3 أشهر، بعدها يجب أن تحدد. صحيح. فقلنا كيف عشان تجد منحة ما تعرف لغة، يعني قالوا الحل الوحيد تقدم لجوء. الحل الوحيد تقديم اللجوء. فنحن ما عندنا دحين الآن المهاجرين، أنت طبعا وضع سوريا وضع يختلف، لكن ما في ما أي مهاجر أنا قابلته في حياتي لم يملك معلومات أي البلد اللي ماشي فيها ما يعرف. نعم. يفكر بعد ما يعني وصل إلى المنطقة هذه يبدأ التفكير. فأفتكر نحن طبعا المرحلة اللي مرينا بها في بتجارب كانت صعبة، وألفت انتباه المشاهدين أنتم كشباب إنه الألمان أو أوروبا في فرنسا إن لم تجد لغتهم أنت جاهل تماما، ويعاملوك بهذا يعني حتى خبرتك وتجاربك هذا ما لها أي معنى، يعاملوك كأنك كالأطفال، يعني تبدأ بالأبجديات وبالقواعد دير ديداس وما إلى ذلك، وهذا طبعا يأخذ إلى وقت. لكن أنا يعني في المحاضرة يجب أنه أنت أقول المشكلة ما تجي تحمل هموم الشعب اللي هاجرت منه. الناس كلهم الآن أجدهم معارضين، وهو على حساب مستقبله ومستقبل أولاده وقته يضيع في حاجات يعني أساسه ما يقدر يغير شيء. صحيح. فأنا أفتكر المرحلة الأولى بناء الذات، فنحن في هذا الاتجاه أسست أسرة. الآن أنا بالمناسبة يعني ليس عيب أقول عمري 73 سنة ما شاء الله، العمر كله ما شاء الله، وابني عنده 4 أطفال، وصرت جد يعني أولاد أو ابني يعني ما شاء الله. فلذلك عشان تؤسس أسرة لابد يكون عندك يعني أرضية. أنا كمواطن إريتري أهتم بقضية شعبي، والفائد طبعاً هو القرن الأفريقي، جمعنا كل الدول القرن الأفريقي، والآن في سبيل يعني في هذا البرنامج القصير
هذه القناة اللي أسسناها في جائحة الكورونا اللي هي هورن في أفريقيا تي في غير وكالة أنباء القرن الأفريقي. تماما. تعمل بعشر لغات. عشر لغات. الحوار الموجود وهذا يجب أنتم يعني تتبنوا هذه الفكرة. نعم. ابنك اللي يتولد هنا إذا ما خاطبته باللغة الألمانية لا ما يعني ما يسمع. حتى لو هو ممكن في البداية هو طفل تعلم اللغة العربية لكن المجتمع بعدين يؤثر عليه. صحيح. فلذلك إحنا اخترنا اللغة الألمانية اللغة الإنجليزية ولغات القوميات. خاطب كل شعب بلغته. احنا عندنا برامج وعندنا فروع يعني الصومالي له فرع، الإثيوبي له فرع، الشباب لهم فرع، المرأة له فرع، كل يعني واحد يدلي. وبعدين التنوع الأسني لأنه نحن لما نقول إريتريا عندها 9 قوميات و9 لغة وديانتين مسلمين ومسيحيين. إريتريا. إريتريا الواحدة 9 ولو مشيت إثيوبيا في 70 قبيلة و70 لغة. ما شاء الله. إيه. لذلك لازم أنت كإعلامي مشكلة الزملاء الأوروبيين. نعم. لما يقول إثيوبي هو يعرف الرئيس. ويعرف من هم في الوزارات. نعم. لكن إذا يعني لازم يعني ثقافة المجتمع إذا ما درست كإعلام ما تقدر تعمل لقاءات حول أي بلد من البلدان. في بيت السودان أجرينا لقاء كبير. تماما. والعمل اللي عملته أنت ما حتعرفه بعد كده لأن دخلنا فيه لغات كثيرة الآن. ما شاء الله. يعني بالتهنئة باللغة الإنجليزية باللغة الأمهرية بكل اللغات. ما شاء الله. عشان نحن نعكس التنوع. صدق. الموجود يعني. صدق. وفي ملاحظة أخيرة أنا درست يعني دربت في سوريا وأول بلد يعني هاجرت بعد السعودية بعرف سوريا وأنا ممنون كثير جدا للشعب السوري بصرف النظر عن الحكومات تأتي صدق أكرمنا وأستقبلنا وعلمنا الله يحفظك فلذلك أنا لما أشوف سوريا بهذا الوضع الآن أتألم للأسف نعم فلذلك للأسف. هو هذا اللي أقول ونحن متعاطفين الآن مع كل الشعوب اللي قدمت لإريتريا وآزرتنا بس ما قادرين نرد الجميل لأنه الإمكانيات محدودة لكن أنا مهتم عندي زملاء أيضا من ما أسميهم لاجئين نعم يعني الآن الناس بيقولوا مليون سوري لاجئوا أنا أفتكر ألمانيا استفادت من السوريين أكثر مما استفادوا هم اللاجئين صحيح أطباء وكفاءات صحيح. كل المستشفيات اللي صحيح. كانت يعني بحاجة إلى الكفاءات وحتى في الاقتصاد يعني السوريين الآن يعني انتشارهم في كل أوروبا يعني معتمدين على نفسهم ما يعني كبقية الشعوب الفقيرة فلذلك أنا أتمنى لكل الزملاء التوفيق وأنا شاكر لك وإن شاء الله في المستقبل نحن برضو نستضيفكم عشان تعرفوا هذا شرف لنا أكيد البراج. نعم الله يحفظكم أهلا وسهلا أستاذ عبد القادر لو تكرمت جنابك متقن عدة لغات من ضمنهم أكيد لغتك الأم لكن نقعد هون تفضل تفضل حابب بعد إذنك إنه نوجه رسالة نعم بلغتكم الأم باللغة الإريترية للجمهور اللي ما بيحكي نعم. اللغة العربية الإريترية طبعا تتكون من 9 قوميات 9 قوميات 9 قوميات يعني ولها وكل قومية لها لغة لكن لغات التفاهم الكبيرة نعم. اللغة العربية واللغة التجرينية اللغة التجرينية 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 هذا طبعا يعني في عدد كبير من الإريتريين بيستمع غير الناطقين بالعربية نعم فلذلك نحن طبعا يعني عشان أنا ذكرت أنه هذه القناة تعمل بعشر لغات ما شاء الله بالصومالي بالأمحري بالتجرينية حتى اللغات المحلية التجري البلين تقصد الأفريكا تي في منصة أوكي نعم الآن طبعا يعني أنا عملت عدة لغات مع فدائيات يعني عربية لكن النتيجة كانت أن الإريتريين طبعاً يكتبوا يقولوا ما فهمنا شيء ما نفهم شيء صحيح عايزين اللغة يعني نأخذ ملخص عن نعم يعني أولاً تحدثنا باللغة العربية وطبعاً نور تي في أنت يعني القناة بتاعكم هي قناة ناشئة ويعني ونحن نتمنى للنجاح فلذلك نحن الآن يعني عشان نعرف أيضاً للمشاهد نعم. اللي بيش مشاهدي قناة القرن الأفريقي عشان يعرفوا خلاصة الحديث ما دار مع هذه القناة أنا حوجه لهم يعني بال هذا شرف عظيم لنا إن شاء الله زخبركم إن زخبركن أنت كتاتلتي هون في أفريكا تي في كما يغنيكم لو مين كايد زول لنا مدب كتما فينا أب نور تي في تبهل
قانق عرب بس يوم قاعد من إسي جيت بقسم زلو خب أوستريا وجحت كاميرامان زر يوم زلو خبزي إذا قدان خم مهرو لومي بزعبا مبل سلاسان كل التعامد ناي هون في أفريكا تي في نعوخ سندو أبتناي سودان كلوب مسيوم سلازنبرو نحنا خاخ نتابعهم إذا لومي زقبرنايو بزعباتي ناي سلاسان كل التعامد ممسرات هون في أفريكا تي في كم أفا معلت لومي بزعبا زيتي هاريخ نتاي مسل نيرو ناهز بإريتريا ما بقسناتنا نحنا تعبابياناتنا نتاي مسل أبقد لي تساتفكو بزي بتحتوتات نعوز ملكت سلازخونة قنا بفلاي نحنا حجيتي مدب مسؤوز قبركو بوانق عرب بتقرين ياخم ترقمينا فلوي مدب خم قبرو اللينا قنا كلكم زياء نور تي في تبهل أبتي هورن في أفريقيا خطروا ياهم تخطاتلوا ولا بقانق عربي خود مالت نعوه مالت كتتابعوا زياء تي في إري تي في ناي نور تبهل رأيوا ياهم قد سألخ أمسانا خسر حسل الزخونة بقانق تقرينيا بقانق عرب بقانق بكل مسؤخن التحبابة رسل الزخونة أني ناي نور تي في أبجاه هون في أفريقيا فوتسي سلزخونت بقانقا عربين تقرينيان كتكتا حضروا اللابة ساب قالي عجيت مدبنا بقانقا عرب سلزخوني خلو قدسوا لهنا شكرا الله يعطيك العافية احنا أعطينا لهم فكرة على أساس هذه قناة ناشئة و حنكتب تحت الموقع كمان لو عايزين نشوف نور شو تي في نعم فلذلك أنا وضحت للمشاهد على أساس نحنا يعني لابد أن نتعاون صحيح الناطقين باللغة العربية الناطقين باللغة أي لغات لأن لغاتنا الأخ طبعا بيجيد نحن يعني التعددية في القرن الأفريقي وفي أفريقيا عموما إثيوبيا الآن الناس بيعرفوا إثيوبيا وكأنها لغة واحدة ودين واحد لكن هناك في 70 لغة ما شاء الله في تعدد نعم وفي إريتريا عندنا 9 قومية و9 لغات ما شاء الله عندما يتحدث الأوروبيين عن الدين المسيحي ينسوا أن هناك المجتمع الإريتري يتكون من مسلمين ومسيحيين فهذه المعلومات نحن كإعلاميين علينا طبعا أن ننور لأن الطفل الأفريقي سواء كان العربي اللي يعني يولد في الخارج تنقص هذه المعلومات وهذا من واجب الإعلام عشان نحن نوصل صحيح هذه المعلومة ونربط الشعوب ببعدها البعد وفي الختام يعني نحن عنوان يعني القناة قناة القرن الأفريقي هو يعني peace and development السلام والتنمية لأن نشوف السياسة بدون التنمية كل ما يعني الفقر هذا ما حيزول أنت لأنه إنتاج الفضائيات العربية مركزة في السياسة ولكن الظروف المعاناة وتركوا يعني الفقر والجفاف والتصحر لغيرهم الآن العرب مهتمين فقط بالسياسة فلذلك نحن نناشد نلفت انتباه يعني التنمية عندما أقول التنمية تشمل أيضا الإغاثة نعم والدراسة بناء المساجد بناء اللي يعني فلذلك هذه القناة يعني إن شاء الله تنحو اتجاه مثلا يعني التعددية هذه لابد حتى في سوريا يكون في تعددية لابد الحديث حول هذه التعددية ما اتجاه واحد ولا دين واحد ولا قومية واحدة فلذلك أنا أتمنى لقناتكم النور شو يعني النجاح والتوفيق شاكرين يعني. تفضل نعم استاذ عبد القادر لو سمحت حابين نختم حلقتنا المتواضعه بنصيحه قدمها جنابك لكل من يشاهدنا الان وشكرا اولا طبعا المشاهد ليس بحاجه الى نصائح نعم. انما طبعا نحن يعني نقل التجربه وانا اركز دائما في مختلف اللغات الشباب نعم الشباب المهاجر انا الان في كل محطات القطارات في المدن بالشاهد أن الشباب هاجروا بكميات كبيرة بصرف ليس من أفريقيا فقط أيضا من العالم العربي سوريا العراق يعني كل هؤلاء نحن تربينا يعني في ما يسمى بالاعتماد على الذات ودي طبعا ساعدتنا يعني على أساس أنت ممكن يكون عندك ثقة لكن طبعا الوصولية أنت لما تهاجر إلى بلد ومساعدات والسكن وكل حاجة متوفر ما حتنتج
أيوة. لذلك أنت خلاص يعني عندك حاجة ما يكفيك. راضي. ولذلك الآن يعني حتى في الدراسة اللي نجحوا الناس اللي بيعمل. تماما. فأنا أنصح يعني أو أقول تجربتي الخاصة، أنا مما أجيت إلى هذا البلد كان في إغراءات تمشي في السوشيال أمت، يعني في المساعدات اللي بيعطوك السكن، أنا رفضت يعني. والآن هذه العملية أنا طبعا تدرجتها في العمل الدبلوماسي والعمل الإعلامي، فمشيت مكتب العمل قلت له أنا ما عايز، لأنه طبعا أنا منادل وكنت قائد، فقلت من العار أن الواحد يمشي في يتسول. نعم. فقلت قالوا لنا في مساعد في جراج سيارات، فمشيت اشتغل في شركة جراجات. هاي بدايات البدايات، الساعة 5 الصباح تقوم تنظف وتعمل مساعد، ما أعرف اللغة بالإشارات. نعم. فبعد الساعة 12 اتغدى وألبس وأمشي للدراسة 3 سنين، لأنه الناس اللي كانوا معي الآن للأسف الشديد يعني أنت خلاص لما مرة تأخذ المساعدات بعد كده خلاص تعيش على المساعدات. ولذلك أنا أقول فكرة الاعتماد على الذات هي تنمي القدرات. نعم. وتساعد، لكن فيها معاناة. نعم. فيها السهر، فيها الصعب، فيها كل شيء. الآن أنا نصيحتي للشباب اللي أتوا كما ذكرت، أولا التركيز في لغة البلد اللي أنت هاجرت فيه. تماما. بعدين إشكالية من الإشكاليات اللي احنا نعانيها، المهاجرين أصبح لهم نوادي خاصة. نعم. نادي سوداني، نادي إريتري، هذولا ما يعني بعد 30 سنة تجدهم في نفس النادي. الاحتكاك بالبلد يعني أنا الحين عند أصدقائي كلهم أوروبيين ألمان ونعمل مع بعض. نعم. وسافرنا أكثر من 20 دولة أفريقية. نعم. مع صحفيين يعني ألمان، مشينا في الحرب رواندا لما كان في قتال، مشيت في روهانجا، مشيت في باكستان، كل الدول هذه يعني في أفريقيا أكثر من 20 دولة أفريقية، لأنه الصحبة اللي عملناها والزمالة مع الأوروبيين ابن بلدك هو ابن بلدك. نعم. لكن عشان تنمي قدراتك وثقافتك لازم تحتك بالآخرين، تختلط بالآخرين. فأنا طبعا أوضح برضو للشباب بتاع الناطقين غير الناطقين العربية بزعبانة يبقى عرب زبل أزن مركز نارس مركز أزن يجي كل غاب كم سدتين يابزع عدم الثقة مالك حاجز كاب تزي مصفها يعدي فترة كنت فيني خاب قلنا خب أخطوة انتقال كمالك بعد خات فلتتنا تكذا حرائن احنا كل شاب تقيقان ببرز لنا هذا ودي جرمان كباخان لعلي أفلتو اللو كان سخا دحري أخذ نعوخ صعب انتقال كأختم عبالين خاب سلسة كل زقبرنا يو تكالاتنا برباز اللي يكون بعلم زلو إريتريان رؤسهم كإلهم بعلم محبركوماتهم مسريتهم كل خب مجمر خب مسلاس 4 عامت مسيوم متنبور أبجي أقول نقدمي تسجبهم سلسة إزم عدوزينتي أم كالوت عرب سمعوا بالعرب غيرنا أبهنا يو جي إزين تمكرنا إريتريان قليل كوينو قليل لا يكون سلسة بيتناتنا كاب قدلي تبغيسكا أبزمت إخا كل ذحرايب تي نصوم حجي مع بالتات زملوزن كم دبلومات يخون كم جازتين يخون زي كل سعر زد ليو كايو لو ميز ما تسعي يكون سعرهم كأزي يوم بسوت ناق أو قارب زاربون عم عدون هبلونا نما تسعي خا أزي أنا نور شو تي في تبها الزلا بحبار نحن خاتم الأختي تمكرنا هزب إرتيا بأم جرنا خن المحلال فوينا نحن بننقل تجربتنا الإريترية للآخرين ونأخذ ونستفيد منهم أيضا. نعم. باللغة العربية فحيكون بيننا تبادل ثقافات يعني، فلذلك نحن مكملين لبعض. وطبعا الأخوة القوميات يعني الدول العربية أصبحت يعني السوري مع السوري، المصري مع المصري، ولذلك نحن الآن تجاوزنا هذه المرحلة، جمعنا دول القرن الأفريقي ما شاء الله يعني عقبال عندنا تحت مظلة واحدة. والآن حتى الدول اعترفت بهذه الحقيقة لأن أعطونا مكاتب وأعطونا الفرص، لأنه نحن لما نتحدث أنا كإريتري ألمان لا أنحاز لأي بلد، بلدي إريتريا، لكن طبعا نحن لما تتعامل مع 5 دولة لازم ثقافات الدول تحترمها. صحيح. ولازم تبتعد عن الهجوم. أنت مثلا حكومة إريتريا إذا اختلفت مع جيبوتي أنت ما تختلف كإعلام. نعم. تفتح جسور التواصل وتحاول يعني تعمل على الإيجابيات. فنحن لذلك أنا أتمنى لقناتكم أيضا تفتح المجال للجاليات العربية الموجودة، وليس بالضرورة يعملوا جمعية موحدة إنما يعني تواصل. أكيد إن شاء الله. وتجربة القرن الأفريقي
فأنا سعيد اليوم حتى باللغة الأمحرية باللغة الإنجليزية نحن ممكن نتعاون معكم عشان برضو نكمل بعدنا البعد وننتقل إلى غداء أوسع إن شاء الله. بآخر مناسبة لأنه نحن الآن ابتداء من الشهر القادم سندخل على الأقمار الصناعية في النايل سات ما شاء الله. وبرامجنا حتبس عبر الأسير لأنه طبعا ضعف الإنترنت في دولنا يعني الآن المشاهدين في خلال سنة 2,400,000 مشاهد كلهم طبعا بالإنترنت في أوروبا في أمريكا في أستراليا أما الدول الأفريقية الآن شوية في ضعف تمام. ولذلك نحن يعني بعد التجارب اللي أجريناها الآن حندخل في النايل سات وكل الكلام اللي حيبس إن شاء الله وحنشير إلى قناتكم أيضا وتعاوننا مع أسواني تي في والآخرين أيضا كلنا فالهدف هو نكمل بعدنا البعد إن شاء الله. شاكرين للزميل محمد الأسواني أن عرفنا بيكم وأنا أجريت عدة لغات لو أنت شفت يعني في نعم نعم مع أكتو هذا في قناة أكتو تي في روز شو سيبقى ستار قريبا إن شاء الله هذا شرف لنا والله شاكرين ومقدرين على أخذ وقتكم و... الله يحفظكم يا سيدي ونحن سعداء بأي لغة وبأي تعارف جديد مرحبا نحن سعداء أكثر إن شاء الله ونتمنى أن تكون رسالة قد وصلت ويكون كما تفضلتم من الشباب هم الأساس يكون الشباب فعلا يتخذ خطوات هادفة إن شاء الله وبناءة حتى يحقق هدفه المنشود بإذن الله إن شاء الله شكرا شكرا لكم شاكرين يا أخي مرحبا شكرا أهلا وسهلا